وجدل كبير يحيط بالتداوي بعقار سوفالدي. هناك من يرى انه دواء تجاري، وانه نسبة كبيرة ممن تعاطوا هذا العقار حصل لهم انتكاسة، وان هو مش بيعمل التأثير الدوائي الكبير الفعال اللي المفروض يتعمل لمرضى فيروس سي. واكتر من كده انهم بيطالبوا بالنظر واعادة النظر في البروتوكول العلاجي الثنائي والثلاثي باستخدام السوفالدي. على العكس من ده، وزارة الصحة شايفة انه لا، بالعكس، هذا العقار فعال جدا، انه الانتكاسة اللي حصلت لبعض المرضى دي نسبتهم هي النسبة العالمية المقبولة، وان اللي حصل لهم انتكاسة ده نتيجة حالتهم الصحية السيئة هي من غير السوفالدي. وشايفين ان الموضوع لا يتعدى انه حرب شرسة بين الشركات المتنافسة، فبتعمل هذا الكلام وهذا اللغط حوالين العقار السوفالدي. أنا الحقيقة عندنا طرفين عاوزين نعرف فين الحقيقة. هل السوفالدي هو فعلا عقار فعال لعلاج مرضى فيروس سي؟ ده اللي هنحاول نستكشفه مع حضراتكم، ونحاول أن نبحث عن الحقيقة في هذه الفقرة في برنامج البيت بيتك. ومعي ضيوفي الكرام: دكتور محمد القصاص، استشاري الكبد بكلية طب حلوان والمشرف الجامعي على مركز القاهرة الجديدة لعلاج الفيروس الكبدية، أهلا وسهلا بحضرتك. ودكتور علاء عوض، أستاذ الكبد بمعهد تيودور بالهرس، أهلا وسهلا أهلا بحضرتك. وخلونا نبدأ من البداية. السوفالدي لعلاج فيروس سي، هل هو علاج فعال ولا هو مش فعال؟ اتفضل يا دكتور. طيب، بداية كتعريف للسادة المشاهدين، السوفالدي ده واحد من المضادات الفيروسية المباشرة اللي كان ظهورها بمثابة طفرة في علاج فيروس سي. سابقا كان عندنا الأدوية الغير مباشرة، الانترفيرون والريبافيرين، ودي كانت نتائجها بالنسبة لنا للنوع الجيني الرابع اللي موجود في مصر حوالي 50% استجابة. ظهور السوفالدي وحصوله على موافقة منظمة الأغذية والصحة الأمريكية في 6 ديسمبر 2013 الحقيقة صنع فارق كبير جدا جدا. بدأنا ندي السوفالدي اعتمادا على التجارب الإكلينيكية السريرية اللي اتعملت على مرضى من النوع الجيني الرابع اللي موجود عندنا في مصر، وبناء على توصيات الجمعيات العالمية اللي هي الجمعية الأمريكية والجمعية الأوروبية. مصر بدأت بدري شوية أنها تدي السوفالدي بعد ما قدرنا نحصل عليه بسعر يعني كان في البداية كويس طبعا، وهو 1% من سعره العالمي. بداية أول ما بدأنا مشروع العلاج كان لازم نحط أولويات للعلاج. أولويات العلاج دي احنا عندنا في مصر عدد كبير جدا من الناس المصابين بفيروس سي، العدد ده تقدره الإحصاءات الرسمية المصرية بحوالي 14.7، يعني 15% من المصريين تقريبا عندهم الأجسام المضادة، وحوالي 10% مصابين فعليا بالإصابة بفيروس سي. أهلا بحضراتكم من جديد في البيت بيتك. وقبل الفاصل كنا بدأنا نتكلم عن الخطوط الإرشادية في العلاج بالسوفالدي، كان دكتور علاء بيقول لنا، اتفضل يا دكتور. الخطوط الإرشادية دي أولا لازم نؤكد أنها شديدة الديناميكية، بمعنى أنها بتتغير من شهر للتاني، وده لأن زي ما قلت في الأول أن احنا بنتعامل في العالم كله مش في مصر بس مع مجموعة حديثة من الأدوية، ما زلنا بنبني خبرتنا الإنسانية والمهنية في هذه الأدوية لغاية ما نوصل للقرارات النهائية اللي ممكن في تقديري أنا الشخصي تبقى على نهاية 16 منتصف 17. بتقول إيه هذه الخطوط حتى الآن؟ خطوط الجمعية الأمريكية اللي منشورة في سبتمبر 2015 بتقول ان العلاج بالسوفالدي مع الانترفيرون ريبافيرين، العلاج بالسوفالدي مع الانترفيرون مع قصدي مع الريبافيرين فقط، او العلاج بالهارفوني اللي هو عباره عن سوفو زائد منتج تاني اللي هو ليدباسفير. وعلى فكره الاوليسيو اللي هو بيتكلم عنه ده موجود في الخطوط الامريكيه كاختيار اخير محدود الدليل، يعني بالعكس نتائج الثنائي اللي هو الدكتور اسلام شايف ان هو مش 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 كويس او مش فعال، نتائجه في الخطوط الارشاديه بتاعه الاتحاد الامريكي للكبد بيقول ان هو افضل من نتائج حتى الصوفو مع الاوليسيو. عموما اللي انا عايز اقوله ان ده برضو في الاخر
ما هياش دوجما، ما هياش عقيده جامده. زي ما قلت لحضرتك احنا في حاله شديده الديناميكيه، ممكن هذا الكلام بعد كام شهر يتغير، ممكن السنه الجايه لو جينا قعدنا في نفس الاماكن دي نقول ان الصفو ده ما عادش له دور ويكون في ادويه ثانيه. في نقطه حابه اسال حضراتكم عليها، اما تسأل هل طبيعي ان احنا نعالج المرضى اللي عندهم تليف ونسيب المرضى اللي ما عندهمش لغايه ما يجي لهم تليف؟ طب يعني هنجاوب على السؤال ده، بس معانا دكتور كمال من المنيا. اهلا بحضرتك يا دكتور كمال، بس يا ريت تسمعني من التليفون يا دكتور كمال وتوطي التلفزيون. الو يا دكتور كمال. ألو. اهلا بحضرتك. ألو. معانا في البيت بيتك، ويا ريت تسمعني من التليفون وتوطي التلفزيون. ايوه انا موطي ساعتك، سامعني؟ انا سامع حضرتك دكتور كمال، اتفضل. حضرتك كان ليك تجربه في العلاج بعقار السوفالدي واتنكست. انا خدت السوفالدي، انا صيدلي. اخدت السوفالدي انا مع اول دفعه خدت في محافظه المنيا في مركز في صمالوط. كان يوم 1/11 اخدت السوفالدي مع ريبافايرين مع الانترفيرون. اخدته طبعا 3 شهور تقريبا. العدد بتاعنا اول دفعه صرفت كنا تقريبا 10. طب تقريباً النتيجه بعد العلاج بالسوفالدي؟ النتيجه ظهرت بعدها بشهر تقريبا، كان نيجاتيف، وبعد 3 شهور نيجاتيف. فوجئنا بعد الشهر الثاني تقريبا بدا الفيروس يرجع بعد 3 شهور من نهايه العلاج، وصل ل 480. يعني حصل عندك انتكاسه؟ حصل عندي انتكاسه. طيب معاك دكتور محمد هيكلم حضرتك، اتفضل يا دكتور. اتفضل يا فندم، انا سامع حضرتك. لو حابب تساله اسئله يا دكتور محمد. لا خالص ولا اي حاجه. كنا عملنا اي حاجه لتقييم مدى التليف قبل بدايه العلاج؟ يعني عملنا عينه كبديه او فايبروسكان؟ دكتور محمد. اي فندم معاك. حضرتك هنا يعني طبعا فرغت نفسي انا دراسه بعيد عن كل اللي حصل دوت. حاولت اخدت تليفونات المرضى اللي حصل لهم انتكاسه معايا، اكتشفت فيه حاجه يعني. طب. ده عمل فردي. ايوه. انا كل اللي خدوا معايا كان F4 معايا حضرتك. تمام. اتصلت بيهم وتوصلت، لقيت كل طبعا عارف حضرتك الفايبروس كان بيبدا الكيرف من 0 ل 80. من 0 ل 80. من 2.5 ل 7، اتفضل. تقريبا سبقت. يعني لغايه 80 الكيرف. يعني انا عندي، انا ما بفهمش في الحاجات دي، انا صيدلي بقول لحضرتك. تمام كمل. بس انا معايا من 0 لغايه 80 بتبدا الاف معايا حضرتك. لقيت كل المرضى اللي حصل لهم انتكاسه بداوا اللي عندهم F30، يعني F30 F30 31. تمام. الواحد ب 35، الثاني ما اعرفش. تمام شكرا يا فندم، خلاص ان شاء الله. حوالي 60 تقريبا. تمام. طيب دكتور محمد، هو ما يتحدث عنه هو حاجة اسمها الفايبروسكان أو جهاز مقياس التليف. جهاز مقياس التليف ده بيقيس درجة صلابة الكبد، وبالتالي درجة صلابة الكبد كلما زادت الصلابة كل ما ده انعكاسا لزيادة نسبة التليف. فإحنا عندنا سكيل بالأرقام أو بالكيلو باسكال، بنقيس الصلابة دي بالكيلو باسكال. فهو بيتكلم يعني إحنا بنعتبر أن التليف بيبدأ من 14.5 كيلو باسكال لغاية 75. فأكيد ال 14.5 ده بداية التليف، مش زي ال 20، مش زي ال 50، مش زي ال 70. هو كلامه محق. كل ما كان في تليف أكتر هيبقى نسبة الانتكاسة أعلى. أيوة، نسبة الاستجابة أقل. وبالتالي فرصه في حدود انتكاسة أعلى، وهو ده الحقيقة اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية. السؤال بقى اللي كنت لسه بسأله لحضرتك قبل ما دكتور كمال يدخل معانا، هل طبيعي أنه يتم معالجة الناس اللي عندهم تليف ده كلام مهم، ونسيب الناس اللي ما عندهمش تليف لغاية ما يجي لهم تليف؟ لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا الأول كبداية، وهي التاريخ الطبيعي لفيروس سي. فيروس سي عشان يحدث تليف من بداية حدوث العدوى بياخد في المتوسط حوالي 20 سنة. عشرين سنة من بداية حدوث العدوى. احنا لو قسمنا التطور التليفي للمريض، يعني بداية من F0 1 2 3 4 لو قسمناها الخمس مراحل، المريض عشان يقطع كل مرحلة من دول وصولا الى التليف اللي هي المرحله الاخيره او F4 بياخد تقريبا في المتوسط برضه حوالي 5 سنين في كل مرحله. ده معناها ان المرضى المصابين بدرجات اقل من التليف في الوقت الحالي مش مشكله خالص لما يستنى سنه لغايه ما يتوفر عندي عقار افضل هيتيح ليهم فرص افضل. ويفسح المجال برضه في نفس الوقت للناس المصابين بدرجات اعلى من التليف ان هم يتعالجوا. المريض المصاب بدرجات اعلى هو المرشح بقوه ان يحدث ليه مضاعفات. والمضاعفات دي اشهرها الاصابه بسرطانات الكبد اللي ما بتحصلش تقريبا الا في المرضى المصابين بالتليف، او ان المريض يدخل في مرحله
تانية خالص وهي مرحلة الفشل الكبدي وظهور الاستسقاء، وساعتها بيبقى فقط تقريبا طيب. فرصته في العلاج. فالمريض المصاب بتليف ده لو اتلحق دلوقتي الحقيقه حياته بتتغير تماما، لو ما اتلحقش بالعلاج بيدخل مرحله مختلفه. طيب دكتور علاء، حضرتك متفق مع دكتور محمد في هذا؟ هي انا قلت الكلام ده في بدايه كلامي، ان هو اختيار الوزاره كان على اساس ان هذه المجموعه هي الاولى وده منطق، لكن هناك ايضا اسباب اخرى ضد الكلام ده. يعني ما فيش دايما اختيار بيبقى صحيح بشكل مطلق او خطا بشكل مطلق. مع هذا الاختيار انهم الاولى، ضد هذا الاختيار هم الاكثر عرضه للتأثر بالمضاعفات الجانبية، واحنا شفنا حالات تعرضت للوفاة وشفنا حالات اضطرت لزرع العمل زرع سريع لزرع كبد سريع، لأن هم الأكثر عرضة للمضاعفات الجانبية من الأدوية من الحالات المبكرة. ثانيا أنهم الأقل استجابة. ثالثا أنهم الأكثر الأقل عددا. النقطة الثانية أن أنا عشان أعالج المرضى أنا مش بس بقدم العلاج اللي هو حق أصيل من حقوق الإنسان للمريض، لكن أنا كمان لما بعالج المرضى بقلل الوعاء البشري الحامل للعدوى، وبالتالي ده ركن من أركان مكافحة العدوى ومنعها في المجتمع. العدوى دي تنتقل منين في جوه المجتمع؟ من مريض إلى مخالطيه. إزاي؟ من مريض إلى مخالطيه. إزاي؟ طرق الانتقال العدوى. وانتقال العدوى عندنا قنوات كتير، عندنا قنوات داخل المجتمع وعندنا قنوات داخل المستشفيات والمنشآت الصحية. قنوات داخل المجتمع زي الأمواس الحلاقة يعني ناخد بالنا لو رايح لحلاق ولا حاجة. بالضبط كده. وفي أنا رأيي الأكثر أهمية دلوقتي هو الانتقال داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، عيادات الأسنان والجراحة ووحدات المناظير وأساطر القلب عديد من الحاجات اللي ممكن تبقى بتنقل العدوى. أعود مرة أخرى إلى كلامي، إن أنا لما بقلص الوعاء البشري اللي حامل العدوى اللي هم مجموعة المرضى، فأنا بقلل في نفس الوقت من فرصة انتشار العدوى، وبالتالي بقلل من العبء الصحي على المجتمع. فبالتالي اختيار ده كان لهم كان لهم منطق بيدعمه، وكان لهم منطق آخر ضده. طب ليه هي الوزارة عملت كده؟ يعني ليه الوزارة اضطرت إنها تدي لهذه المجموعة في البداية فقط؟ لأن زي ما قلت لحضرتك الوزارة لم يكن لديها من الأدوية ما يكفي، كان لديها ما يكفي في الفترة الأولى لعلاج 50,000 مريض. وده يقودنا على طول للسؤال اللي بعده، ليه؟ لأن التوجه اللي قامت بيه الدولة في الحقيقة في التعامل مع المشكلة ده ما كانش هو التوجه الصحيح. إزاي؟ هذه الأدوية هي مجموعة من الأدوية تطوير لمنتجات سابقة، يعني هي مش أدوية مبتكرة بشكل كامل للمرة الأولى، هي تطوير لمنتجات سابقة. وبالتالي وفقا لاتفاقيات التريبس اتفاقية التجارة العالمية، هذه الأدوية مش يعني وفقا كمان للتشريعات المحلية بتعريف الابتكار، دول كتيرة قوي ما اديتهاش حق الملكية الفكرية زي الهند وزي مصر. في الحقيقة مصر لن تمنح هذه الأدوية حق الملكية الفكرية. وأنا من هنا بحب أوجه التحية للجنة بتاعت أكاديمية البحث العلمي، ذلك الجندي المجهول اللي لم يمنح هذه الأدوية حق الملكية الفكرية، واللي ما حدش بيجيب صورته خالص، رغم ان ده لو هذه اللجنة لو ما كانتش عملت كده كنا بقينا قدام دواء ثمنه في صيدليات 15,000 جنيه وثمنه في وزارة الصحة $300، وكنا بقينا قدام كارثة حقيقية، واخد بال حضرتك، في نقص أدوية. اللي حصل ان الشركات المنتجة لهذه الأدوية لأنها تدرك جيدا انها لن تحصل بسهولة على حق الملكية الفكرية في عديد من الدول أهمها الهند، بدرت على الفور في فبراير 2014 في اجتماع عقدة في بانكوك بتقديم مخطط تسويقي لمنتجاتها في العالم تحاول تتغلب فيه على الأزمة اللي مرت بيها أثناء أدوية علاج الإيدز. من كام سنة كده الشركات دي قدمت أدوية علاج إيدز، والشركات الهندية الهند ما اديتهاش حق الملكية الفكرية، فالشركات الهندية أنتجت هذه الأدوية وسيطرت على 80% من السوق العالمي، والشركات دي عانت من خسائر فادحة. عشان تتجنب هذه التجربة راحت في بانكوك وقدمت المخطط التسويقي لمنتجاتها في مختلف دول العالم، واعتمدت فيه على تقسيم البنك الدولي العالم إلى ثلاث قطاعات، الدول الفقيرة والدول متوسطة الدخل والدول الغنية، وقالت إن أنا في الدول الفقيرة هقدم سعر منخفض، هي طرحته $300 اللي هو 1% من سعره في الدول الغنية أو من سعره بالتحديد في الولايات المتحدة، وقالت إن في الدول متوسطة الدخل هقدم ما يسمى بالسعر المعاير حسب الدخل لكل دولة، والدول الغنية أنا هعمله بسعر حر.
ده السياسة اللي قدمتها أو المخطط التسويقي اللي قدمته الشركات دي في بانكوك تحت مسمى إتاحة الدواء. وفي الحقيقة ناس كتير قوي متخصصين ومراقبين سموا ده مخطط تسويقي، ما هوش يعني حاجة للسيطرة على السوق. ما هوش اللي حصل في مصر، هل هقول لحضرتك اللي حصل في مصر غلط. اللي حصل في مصر هو الكلام عن مفاوضات 1% من السعر والكلام ده العالمي والكلام ده كله. اللي حصل في مصر ان وزارة مصر تقع وفقا لتصنيفات البنك الدولي في الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل. الشريحة الدنيا من الدول المتوسطة الدخل. فجت وزارة الصحة استطاعت ان تحصل داخل مراكزها العلاجية على هذا العقار بالسعر الدول الفقيرة اللي هو 300 دولار، وفي الصيدليات الخاصة بسعر الدول السعر المعاير اللي هو كان ما حوالي 15,000 جنيه للعلم. ده المنتج الامريكي تمام. وفي الوقت ده الصفقة دي كان بدايتها 50,000، ما يكفي كمية ما تكفي 50,000 مريض، وهي كمية ضئيلة جدا بالقياس للملايين اللي احنا بنتكلم عنها، اللي احنا لغاية دلوقتي مش عارفين نتفق على عددها. يعني كل 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 مسح سكاني بيطلع لنا حاجة، لكن في الاخر احنا متفقين ان عندنا ملايين. فال50,000 دول نقطة بحر. طيب نتيجة ان انا اعتمدت على الاستيراد من خلال هذه العقد ومن خلال هذه الاتفاقية، بقى اصبح عندي الحل الامكانية دي. بس ايه البديل بقى اللي كان ممكن تعمله الدولة؟ ان المليارات اللي دفعت للشركات الامريكية دي كان ممكن تدفع لشركات قطاع الاعمال العام اللي موجودة عندنا وتنتج هذه الدواء، خصوصا ان احنا ما ادناش حق ملكية الفكرية، ما عندناش مانع قانوني من انتاج هذه الادوية. في يعني نفس توجه الوقت الدولة كان توجه خاطئ. ما لسه هكمل حضرتك. في نفس الوقت اللي المادة الخام من هذه الأدوية موجودة في دول كتير في العالم، موجودة في الهند، موجودة في الصين، موجودة في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية بتنتج مادة خام دوائية رغم ان احنا سبقين عليها في مجال صناعة الدواء ده بحوالي 3-4 عقود يعني. فالمادة الخام موجودة. طب المادة الخام دي مش موجودة عندنا ليه؟ لأن احنا لا نصنع المادة الخام في مصر. احنا كان عندنا في الستينات شركة النصر للخامات الدوائية اللي كان مفترض انها تصنع. طب ليه ما بنصنعش؟ دي كلها تبعات الخصخصة وما أدى إليه، يعني سياسات الخصخصة اللي أدت لتبوير كل هذه الشركة. فكان التصور الأمثل ان شركات قطاع الأعمال دي تبتدي تنتج هذه الأدوية، كانت هتقدمها باسعار رخيصه جدا. يعني في قبل المناسبه في شركه بنجلاديش مقدمه الدواء ده ب 50 دولار للعلبه، يعني اقل من 400 جنيه. فكان ممكن تقدمها باسعار انا بدعي انها كانت هتبقى في حدود ال 100 جنيه للعلبه، وكان يبقى تكلفه علاج المريض حوالي 300 جنيه، مبلغ طبعا ضئيل جدا مقارنه بالعلبه ب 15,000. وفي نفس الوقت يعني فرق كبير يعني. وفي نفس الوقت احنا هنقدم قبله الحياه لهذه الشركات اللي تم تبويرها وتجريفها في عمليه الخصخصه، وهخليها تنتج منتج عالي الجدوى الاقتصاديه، هخليها تنتج منتج اتباع قبل ما تنتجه، هخليها تنتج منتج مش بس هيكفي السوق المحلي، ده كمان هتصدره لافريقيا والاسيا، هخليها تنتج منتج يطرح في الاسواق باسعار في متناول القوى الشرائيه للمرضى، وفي نفس الوقت ما يبقاش عبء على المؤسسات الصحيه، التامين الصحي ووزاره الصحه هتدفع ارقام بسيطه جدا في العلاج. ده ما حصلش. اللي حصل ايه؟ وده برضو بفضل اللجنة بتاعت الأكاديمية اللي بقدم لها التحية مرة تانية، إن الشركات الخاصة هي اللي أنتجت. نتيجة إن الشركات الخاصة اللي أنتجت إيه اللي حصل؟ قانون في مصر بيقول إن تسعير أي منتج مثيل بيبقى نسبة من المنتج الأصلي. المنتج الأصلي قلنا 15,000 جنيه، فالمنتجات المثيلة اتسعرت في الحقيقة بسعر عالي قوي في البداية، 2670 جنيه للعلبة، رقم غالي جدا. بعد كده بقى عندي حوالي 15 20 وربما اكتر شركه بتنتج، وبدات في منافسه 14 شركه حاليا. فنزل الرقم ده ب 2670، اصبح في الصيدليات 1600 جنيه. دلوقتي اي مريض بيقدر يشتري الدواء من الشركه مباشره ب 900 جنيه. حضرتك راقبي معايا بس كده ايه حجم التخفيضات علشان تاخدي فكره عن حجم حاضر الارباح وسعر التوريد لوزاره الصحه 680 جنيه مع 25% خصم، يعني بيدوا 25% من الكميه زياده، فالسعر حوالي 500 جنيه تقريبا. راجع معايا، بص 2670 كان موجود لان الدواء الامريكي كان ب 15,000 جنيه، فده 1670 يا بلاش. بعد كده نزل 1600، بعد كده النهارده موجود ب 900، بعد كده النهارده في وزاره الصحه بحوالي 500 جنيه، وانا متوقع انه هينزل اكتر. طيب لو كنا تخيلنا بقى ان شركات قطاع الاعمال اللي هي الشركات المملوكه للشعب، اللي هي الشركات بتاعتنا اللي مفروض انها مال عام، انتجت هذه الادويه، كان ممكن تتقدم في السوق بكام؟
كان ممكن هذه الشركات تحقق ربحيه قد ايه، كان ممكن ما يبقاش عندي بقى ما يكفي في البدايه لعلاج 50,000 مريض، ولكن كان يبقى عندي في البدايه ما يكفي لعلاج 5 مليون مريض، وهو رقم يعني فرق السماء والارض. النقطه الثانيه بس نقطه صغيره قوي عايز اقولها بس قبل التليفون، نقطه صغيره قوي، ان ال 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 ان ال ال التوجه ده برضو كان ينقصه زراعه مهمه جدا. ايه الزراعه المهم اللي ينقص هذا التوجه اللي قامت بالدوله؟ لو رجعنا التسجيل بتاع المرضى اللي تقدموا للعلاج من خلال الانترنت لمشروع العلاج في وزاره الصحه، هنلاقي ان كل اللي تقدموا في مصر حوالي 1,200,000 مريض. واحنا لسه بنتكلم على ان العدد 8 مليون 9 مليون، معنى ذلك ايه؟ ان نسبه الحالات المشخصه في مصر اللي تعرف ان ده فيروس سي نسبه ضئيله حتى بالقياس الى المعدلات العالميه. بالتالي لو ما كنتش انا كدوله هعمل مسح سكاني لاكتشاف المرضى عشان اعالجهم، فانا في الحقيقه مش هقدر يعني اقدم مسح سكاني لاكتشاف المرض. ان انا اعمل ادخل على القرى والمدن والمدارس والجامعات واعمل تحاليل لكل المرضى، اطلع المرضى وابتدي اعرف المرضى واحولهم للعلاج. ده مش ممكن يتحقق الا لو كان عندي كميات علاج كافيه، كميات ادويه كافيه وباتمان بسيط. احمد من القاهره معانا على تليفون. احمد اهلا بيك، اتفضل. احمد يا ريت توطي تلفزيون يا احمد. الو، اهلا يا احمد اتفضل. مساء الخير. مساء النور. والله عايز اسال بس الدكاتره، هل تمت دراسه تكافؤ حيوي بين الدواء الاصلي اللي هو الانوفيتور وبين الدواء الجينيريك؟ طبعا. طيب شكرا. أكيد. شكرا ليك يا احمد، اتفضل يا دكتور. طبعا يا فندم. طبعا اجراءات تسجيل اي دواء مثيل ليس بديل بتشمل حاجات مهمة جدا جدا، أولها مثلا أن أنا شركة مصرية بقول أن أنا بقدم مثيل أو جينيريك للمنتج الأجنبي أو البراند بتاع الشركة المنتجة للعقار، بجيب شهادة حاجة اسمها شهادة منشأ للمادة الخام نفسها. يعني إحنا كلنا في مصر أو صناعة الدواء في مصر قايمة على استيراد المواد الخام وتعبئتها محليا، وده اللي كان دكتور علاء بيتكلم عليه دلوقتي. ال14 شركة اللي بينتجوا من المسائل المحلية بيعتمدوا على استيراد المواد الخام. طيب يعني تمام. فطبعا بيتعمل لها معايرة عشان بس إحنا خلاص في آخر دقيقة في الحلقة، بس سريعا كده حضراتكم الاثنين تقولوا لي، الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي وعندها فيروس سي هتتعالج ازاي؟ هتاخد السوفالدي بالاضافه للادويه الاخرى ولا هتعمل ايه؟ ما نملكه حاليا من ادويه سواء السيما بريفير اللي هو الاوليزيو او الداكلينزا الداكلاتاسافير اللي هيبقى متوفر الاسبوع القادم، اعطاء العقارات دي او واحد منها مع السوفالدي او الكويريفو اللي هينزل بيحقق نسب شفاء عاليه جدا جدا في الدراسات. وحتى عايز اقول ان ده اللي احنا دي النتائج اللي احنا بدانا نشوفها. بالعلاج الطبيعي احنا بنحقق نتائج تقترب من 95% نسب استجابه كامله ونسب شفاء. حتى الان رساله رقم واحد، صوفو ما زال حجر الزاويه في علاج فيروس سي حتى الان بالاضافه الى ادويه اخرى تؤخذ معه. رساله رقم 2، صوفو المصري مكافئ في الفعاليه ودرجه الامان للسوفالدي الامريكي ومفيش اي فروق بينهم، واتصور ايضا ان المنتجات الاخرى سواء كانت داكلاتاسفير او غيره اللي هيتم تصنيعها في مصر اعتقد انها تبقى ان شاء الله بنفس الكفاءه. رساله رقم 3، على الدوله ان تتحمل مسؤوليتها وتتجه نحو تصنيع هذه الادويه، كل هذه العائله من الادويه من خلال شركات قطاع الاعمال العام وتطرحها في الاسواق باسعار في متناول الناس وتقدمها لتقلل العبء المادي على المؤسسات الصحيه. رساله رقم 4، على الدوله ان تقوم فورا بمشروع مسح سكاني لاكتشاف الحالات، لان هذا هو السبيل الوحيد لعلاج المرضى كعلاج جمعي، وهو السبيل الوحيد ايضا لمحاربه المرضى. لا يمكن تحارب المرض، انت عندك 165,000 حاله سنويا بتضاف الى العبء المرض. مش ممكن تحارب ده الا لما الوعاء البشري الضخم ده تبتدي انك تقلصه. نعم. وده باكتشاف الحالات وعلاجها. شكرا لحضرتك دكتور علاء عوض استاذ الكبد بمعهد تيودور بالهارس، شكرا لحضرتك دكتور محمد القصاص استشاري الكبد بكليه طب حلوان والمشرف الجامعي على مركز القاهره الجديده لعلاج الفيروسات الكبديه. اذا